في هذا الفيديو سنتحدث عن والد نارين بيوتي يفضح كل الأسرار، عرس أحمد وصبا، وأحمد وسالي يعتذران عن الحضور، بيسان إسماعيل تقصف غيث وسارة، وأنس الشايب يصف بجانبهم، والمزيد. مرحبا مرحبا، إليكم الأخبار الأكثر شيوعا على الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. بداية مع نور مار واللي متواجد حاليا بالعمرة، فمن بعد اختفاء من على السوشيال ميديا شارك نور مار ستوري أعلن من خلاله عن سبب الاختفاء واللي كان أداؤه للعمرة، فالله يتقبل منه. انتقادات ودراما خلع الحجاب ما زالت تلاحق ليا حمزة، فلحد الآن الانتقادات والدراما لخلع الحجاب ما زالت تلاحق ليا حمزة، وهالمرة وصل الموضوع لمحاولة تهكير صفحتها على انستغرام، ولكن استرجعتها ليا حمزة بآخر لحظة وشاركت ستوريات عاتبت من خلالها كل الناس اللي هاجمتها وعم بتحاول تأذيها بعد خلعها للحجاب، فشو رأيكم؟ صباح الخير يا جماعة، بدي أحكي بموضوع صراحة سوبر مهم، مش شوي. من أول ما صارت قصة الحجاب وأنا بعدني لهلأ مش ردة على ولا تعليق سلبي ولا انتقاد ولا مثبت، وبتعرفوا أنه لهلأ كمان ما رح أطلع ردة عليهم، بدي أحكي بموضوع غيرهم مش هول هن اللي بدي أطلع أحكي فيهم، لأنه عن جد ما بيهموني وبعرف مين أنا. بتكون ما تحبوني على راحتكم، بتكون تكرهوني على راحتكم، بتكون ما تتمنوا للخير على راحتكم، بتكون تشوفوا ليا امتى حتنزل بوست لتبلشوا انتقادات فيها كمان على راحتكم، بس انه انتو تجوا تتعدوا على مصلحة شغلة ابدا مش على راحتكم ابدا. هيدا مصدر رزق، هيدا شغل، هيدا تعب. كيف اذا واحد فات موظف بعدين ترقى ليصير مدير الموظفين بعدين ترقى يصير مدير الشركة، نفس الشيء هون، نحنا نفس الشيء. يعني معلش، انا امبارح بالليل بدي فيق، بدي لقي اكاونتي رايح، بدي ارجع فيق اليوم عرفت انه راح بالليل. الحمد لله عنا احلى شركة بظهرنا بترجع لنا وبتعملنا اللي بدنا اياه ومحافظت لنا على اكاونتاتنا اوفرلي سكيورد يعني. بس انه انتو بتعرفوا شو عم تعملوا هلا؟ انتو بالنسبه لكم هلا عم بتمحوا اكاونتات وعم تتعدوا على مصلحه الغير وعم تهدموا رزقه غيركم. انتو بالنسبه لكم هيدا شيء طبيعي، بالنسبه لكم ربنا ما حيحاسبكم على اذيه غيركم، رغم انه هيدا الشخص منه اذيكم بشيء. انا ما عم بفهم، يعني بتعرفوا شو يعني انه انتوا تروحوا تعب شخص؟ بتعرفوا شو يعني تعب شخص يروح هيك؟ لا معلش، انا ما قلي سنه وسنتين على السوشيال ميديا، ما قلي سنه، هيدا الاكونت له مفتوح من 2014، انا قلي من 2014 بنحت فيه للاكونت لاوصل لهون، لا طلعت مع حدا ولا عملت شيء مع حدا لحتى اوصل لهون، كله لحالي وتعبت، وكانت من أحلامي من أنا وصغيري أوصل لهيدا الرقم اللي أنا عليه هلأ، إن كان على التيك توك وإن كان على اليوتيوب وإن كان على الإنستغرام. لتجوا أنتوا لأنه عبالكم تتسلوا لأنه ما بتحبوا ولا ليا تجوا تمحوا الأكاونت، لا هيدا الشي غلط، هيدا الشي كتير غلط، هيدا الشي كتير كبير، هذا الشيء ربنا ما بيسمح فيه اصلا. انه نحن نروح رزقة غيرنا ونروح تعب غيرنا، يعني هيدا تعب اسمه، هيدا تعب، عيب عيب نحنا نعمل هيك. ما يعني ما في مين يديركن يقلكن عيب، انا بقلكن. بيسان اسماعيل تقصف غيث مروان وصار الورع، وانس الشايب يصف بجانبهم، فبيسان اسماعيل عم بتحضر لاطلاق اغنيتها الجديده بعنوان اللي بعده، وهذا جاء من بعد كل الدراما اللي صارت مع بيسان اسماعيل اخر فتره، واكثرها دراما طردها من عرس غيث مروان وصار الورع. فاثناء تصوير كواليس الاغنيه مع اي تي بالعربي، قصفت بيسان ساره وغيث بعباره الله يسعدهم ويبعدهم، وكشفت انه الخلاف لم ينتهي وما تصالحوا لحد الآن. فشو رأيكم وانتو بصف مين، بيسان أم غيث؟ أما أنس الشايب فشارك هالصورة اللي جمعته مع غيث وسارة، وشافها البعض أنه عم بيلمح أنس أنه بجانب غيث وسارة وسط هالدراما، فشو رأيكم أنتو؟ تحضيرات عرس أحمد وصبا، وأحمد وسالي يعتذران عن الحضور. فالتحضيرات لعرس كل من أحمد وصبا بالأردن بلشت، حيث حيكون العرس اليوم، فشفنا خلال اليومين الماضيين وصول عدد كبير من اليوتيوبرز لعمان، من بينهم نور ستارز وبنين ورضا الوهابي وناتالي الأجنبية ويارا عزيز وأسو،
وغيث وسارة وأسامة مروة وأحمد النشيط وغيرهم الكثير، وعم بيحضروا حاليا حالهم لحضور العرس. أما أحمد وسالي وبعد وصولهم للأردن قبل أيام لحضور العرس، فشاركوا ستوري مفاجأة أعلنوا من خلاله عدم قدرتهم على حضور الحفل، وهم في حالة صدمة لحظة تلقيهم لخبر وفاة أحد أقاربهم. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ احنا ما حنقدر نحضر العرس، صار معانا ظرف عائلي للأسف، يعني مرتو الأخوي توفت اليوم ربي يرحمها، ومضطرين نرجع يعني على دبي، عم نحاول نلاقي تذكرة بسرعة نرجع، قدر الله ما شاء فعل. طبعا يعني ادعو لها الله يرحمها ويصبره، يعني يصبر أبوها وإخوانها. كان نفسنا نكون بالعرس، عرس أخوي وأختنا صبا، لكن الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل، و إن شاء الله يعني ربي برحمها، يعني ربي ادعو لها. والد نارين بيوتي يفضح جميع الأسرار. فوالد نارين أثار الجدل بمجموعة من التصريحات ببث مباشر مجيبا على أسئلة الجمهور، فإليكم البعض منها. لا، غيث ما كان صاحب نارين، احترم كلامك، زين كلامك لو سمحت وزنه. صدق الله، يعني أنا بعتبر شهرة اللي فيها أولادي ولا هدول العالم الثاني، هاي ما هي شهرة، هاي الشهرة أنت وتقدم للمجتمع شيء حلو، شيء فيه شيء يقدم بالعالم ضبو الرب. والله ما بعرف لين حتنزل غنية معي أنا اسمها Always on my mind، هنعملها بدبي، ما بقبل، ما في شك، أكيد أكيد الزواج المسلم بغير مسلم باطل. فإذا كنتوا تحضروا كل أخبار عالم اليوتيوب، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك لتشجعون على تنزيل الأكثر. شكرا لكونكم جزء من قناة جوك تي في. مع جوك تي في كن دائما الأقرب.